تحت عنوان نقرأ لنرتقي، وبمشاركة 50 دار نشر انطلقت فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. عندما قلنا أن هناك 55 دار نشر، هذا يعني بأن معظم دور النشر في سوريا وليس فقط في دمشق شاركت في هذا المعرض. الكتاب مطبوع، الكتاب المطبوع منذ عام 2000 شارك، إذا نحن عدنا بناء على طلب القراء وبناء على طلب دور النشر في العام الماضي، عدنا قليلا إلى الوراء، لم نكتفي بالأعوام السابقة القليلة الماضية. هذا من جهة. من جهة أخرى، نعم هناك حصومات جميلة جدا، هناك عروض للأطفال وللكبار. تشارك الهيئة العامة السورية للكتاب بأكثر من 1600 عنوان، وطبعا هذا يعني لسنا بحاجة للحديث عن النسخ، لأنه هناك آلاف النسخ التي نزود بها الجناح يوميا، لأن جناح الهيئة العامة السورية للكتاب يحظى دائما بإقبال القراء بسبب نوعية الكتاب الذي تنتجه الهيئة، وبسبب الأسعار الأقل نسبيا مما تنشره دور النشر الخاصة. نحن بهذه الإصدارات، ليس فقط إصداراتنا الآن، نجد في المعرض بشكل كامل الذي تقيمه وزارة الثقافة، أن أكثر دور النشر وأكثر الكتاب بشكل طبيعي بشكل الانتماء يكتبون عن فلسطين في الإبداعات، في الكتابات، في الروايات، وبالتالي تأتي المسألة متكاملة. المهم هنا أن نقرأ. حبينا نشارك بهذا المعرض لننشر الثقافة، بالثقافة الفلسطينية هون عندنا بالمجتمع السوري. بنحب نسلط الضوء على كل شيء بخص فلسطين والقدس، وعندنا مثل مجلة زهرة المدائن نصدرها كل شهرين، وعندنا كم كتاب بيحكوا تفاصيل أكثر عن الحياة المقدسية. كتبنا متنوعة حقيقة، بين الأدب، بين الفكر، المذكرات، الكتاب السياسي، الكتاب الميثولوجي، والكتب الفكرية يعني بشكل عام. وهيدي السنة في عنا إصدار من نوع خاص، يلي هو إصدار للفنان بديع جحجاح، كتاب تشكيلي ملون القطع الكبير. درويش من حبق، نحن درويش على باب الله مهما علي شأننا. وحبق هن ثلاثة حروف، أول حرفين حب، والحرف الأول والأخير هو حق، وعكس الكلمة قبح. فما فينا نكافح القبح إلا بوعي الحب والحق. بالحب بنقدر نفهم تجليات المولى والطبيعة والإنسان، وعن طريق الحق منكافح العدل كطريق للنجاة. المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة ضم دور نشر منها 11 عامة و39 خاصة، تتضمن عناوين جديدة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية. ولعالم الطفل حضورا خاصا في كتب المعرض.